إليك. اليوم كان يوم تقاعد الأستاذة بوتشيشة سمية التي درستني في العام الماضي، وكانت نعم الأستاذة ونعم الأم ونعم المربية. كانت أستاذة تضحي بنفسها من أجل تلاميذها، كانت أما قبل أن تكون أستاذة. أشكرها جزيل الشكر وأقول لها أن الشكر قزم أمام عملاق جهودك. شكرا يا من علمتنا. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم بعد مسار في العمل، نقول لنا سيت ميتي نوبل اللي هو التعليم، بعد أكثر من 30 سنة في التعليم الحمد لله أني قدرت، إن شاء الله نكون قدرت وصلت الأمانة اللي هي أمانة يعني نتحاسب عليها قدام الله سبحانه وتعالى، أني قدرت نأخذ بإيد التلميذ ونمدلو كل ما قدرت. الحاجة اللي بغيت نوصلها له، الميساج اللي بغيت نوصله، أنه التلميذ هذا نعتبره ولدنا، بنتنا، ولدنا. إذا من الأحسن أنه أي يعني نصيحة اللي نقدر نعطيها للأجيال القادمة إن شاء الله، أنه يكونوا يحبوا التلميذ قبل ما يحبوا التعليم، خاطر كي نحبوا التلميذ ننجحوا في المسار تاعنا. إن شاء الله يكونوا خير خلف لخير سلف، وإن شاء الله نتمنى النجاح مؤسستنا عجيل جودي برج بوريريش، ونتمنى النجاح للسيد المدير، زملائي وزميلاتي، والنجاح لكل إن شاء الله الجزائر كل إن شاء الله أولادنا كل ينجحوا ونشوفهم في أحسن المراتب يا رب. أشكر الأستاذة بوتشيشة لأنها كانت معنا أستاذة فاضلة، كانت لطيفة معنا، كانت تعتبرنا مثل أولادها. معلمتي العزيزة، لقد لبست العالم واجبين من أجل تربية الأجيال، بها أفتخر وأقول أحبك يا معلمتي ولن أنساك مهما طال الزمن. والحمد لله بعد أكثر من 30 سنة تحصلت، نقول انايا، على عائله جديده. يعني انا جيت من واد سوف، جيت للبرج، بصح في البرج ما حسيتش روحي غريبه، حسيت روحي في مؤسسه تعجيل جودي، حسيت روحي راني بين اهلي وبين ناسي. وشكرا. دابت المؤسسه على تكريم الاساتذه المتقاعدين، وها نحن اليوم نكرم استاذتنا استاذه اللغه الفرنسيه نجاح سميه، فنقول لها هنيئا لك، هنيئا لمربي الناس، وهنيئا لمعلم الناس الخير، وهنيئا لكل من سهر واجتهد من أجل تربية هذا النجم ليكون جيلا يأخذ بأيدينا إلى مصافي الدول المتقدمة. أوراس تي في، حيث يتجلى الخبر بكل تفاصيله.